على مر العصور اتجسدت وحدة الشعب المصري وترابطه العميق وبقت صامدة، وعبر الزمن وقفنا إيد واحدة ودافعين بكل قوتنا عن أرضنا وهويتنا. ومع تتابع الأحداث ما تغيرتش القيم والمبادئ، بل استمرت في التجذر والتأصل، واستمرت العلاقة بأصلها الثابت متينة وصلبة. وفي مشهد بيعكس قوة الروابط الاجتماعية نشأ مجلس القبائل والعائلات كمؤسسة بتعبر عن تاريخ وتراث مصر وبتعزز التواصل والتعاون بين أبناء الوطن. ومن أول تأسيسه عمل مجلس القبائل والعائلات بجدية على دعم وتعزيز قيم التضامن والعطاء في المجتمع المصري من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات الخيرية والاجتماعية اللي بتستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجاً وبتعزز من التواصل بين مختلف شرائح المجتمع تحت مظلة مبادرة وطن واحد وقطار الخير اللي شهدته المحافظات المصرية في 2023. نظم المجلس فعاليات متنوعة شملت توزيع المواد الغذائية، تسهيل الزواج للأسر المحتاجة، تحفيظ القرآن لأكثر من 200 طفل، رفع كفاءة القرى والمساجد، تنظيم حملة إفطار صائم، وكل ده كان بهدف دعم الفقراء والمحتاجين وتخفيف أعباء الحياة عنهم، إلى جانب قوافل طبية مجهزة بالكامل في مختلف محافظات الجمهورية. ولأن الرياضة هي موروث سيناوي أصيل لحكاية انطلقت من التراث لحد ما وصلت العالمية، أعيد سباق الهجن لأرض الفيروز بعد غياب 12 سنة، وده للحفاظ على تراث الهجن ودعم التنافس الصحي. تضمنت الجهود تنظيم ماراثون رياضي في شمال سيناء بمناسبة عيد الشرطة، وفي مجال الرياضة الترفيهية نظمت العريش تصفيات كأس العالم للدومينو والطاولة بمشاركة 200 لاعب، بخلاف إقامة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية على هامش المسابقة. تمكين الطفل المصري واحد من أهم المبادرات اللي أطلقها المجلس لتدريب الأطفال على مهارات القيادة وتعريفهم بحقوقهم التي كفلها لهم قانون الطفل المصري والدستور. واختتمت المبادرة باحتفالية في محافظة مرسى مطروح بحضور عدد كبير من الوزراء ورؤساء المجالس المعنية ومؤسسات المجتمع المدني. واحتفالاً بالأعياد الوطنية والتاريخية نظم المجلس احتفالات بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر من قلب العريش وامتدت لأسوان لتجسد تضحيات أبناء الوطن، تعبيراً عن الفخر بتاريخ عظيم مكتوب بحروف من نور بفضل تضحيات الرجال. وفي وسط الصعاب والأزمات قدمنا سلسلة من فعاليات صوت غزة، واللي كانت هدفها الأساسي التعبير عن الدعم الثابت لإخواتنا الفلسطينيين، وانطلقت منها قافلة مساعدات مكونة من أكثر من 500 شاحنة. وماراثون خيري سلط الضوء على معاناة غزة وأظهر التزام مصر بالمساعدات الإنسانية، وده كان بحضور أكثر من 30 جنسية من دول العالم و1500 مشارك، واللي تزامن مع تنظيم مبادرة أعطونا الطفولة، مبادرة من قلوب أطفال مصر لدعم الأطفال في غزة. وبعدها تم تنظيم احتفالية حلمنا حقنا صوت الطفل احتفاءً بيوم الطفل العالمي بمشاركة أطفال مصر وفلسطين وسوريا والسودان، واللي قدم الأطفال فيها رسالة حب وسلام لأطفال غزة مناشدين المجتمع الدولي بالتدخل لتحقيق السلام والأمان. شملت جهود المجلس أيضاً مبادرة أسرتي قوتي لتقديم الدعم للأسر ذوي الهمم وتعزيز ثقافة الانفتاح والتضامن ضمن المجتمع المصري. ما اكتفاش مجلس القبائل والعائلات بتحديات الحاضر فقط، لكنه وضع أسس لمستقبل مليان بأمال كلها خير ورخاء، لأن مجلس القبائل والعائلات بيترجم تراث وتقاليد كل القبائل المصرية.